بسم الله وعلى بركة الله ينطلق الشوط السادس مخصص لأبكار محلياته، وخلونا نتابع هذا التكتل لهذه الأبكار المهجنات. الشوط السادس للأبكار المهجنات العام اللقاية، فخلونا نتابع وأنا تواصل مع الكادر الأمامي. فنجد مانع من سلطان بصريدي محضر لنا هملولها. أما المركز الثاني فنجد الفايزة حمد بن سعيد بلويهي الدرعي، والمركز الثالث شرايين محمد بن عبد الله بن غدير الدرعي، والمركز الرابع ملوح شخبوط محمد بن حمود الدرعي، والمركز الخامس ناتي الى خامس المراكز راهي علي بن راهد بن ناصر الدرعي، والمركز السادس انذار هزاع بن حمد بن روس الدرعي. هذا نداءنا مشاهدينا الكرام على الخمس المراكز الاوليه. فنجد هناك ايضا تحركات عسيل عبيد محمد بن عبيد الغفلية هي التي الان هناك تتواجد الى في المركز السادس. اخذ لفه حتى المركز العاشر مصورنا لكي نرى الشعارات، وهي تتحرك وهي تقدم للتغيير، ولكن مانع بسلطان بصريدي يغرد خارج السرب بهملولها هي التي تتواجد منذ الوهله الاولى، وهي على راس حربه هذا الشوط. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. فنسير للمركز الثاني مع بن غدير محمد بن عبد الله راعي شرايين، والمركز الثالث لا زال هناك التواجد من قبل راعي علي بن راشد بن ناصر الدرعي، والمركز الرابع مع راعي عسيل عبيد محمد بن عبيد الغفلية. وتحياتنا لبخيت. فنسير إلى المركز السادس الآن والخامس، هناك هزاع بن حمد بن روس راعي انذار، وعندنا سادس المراكز راعي الفايزة حمد بن سعيد بلويهي الدرعي. أرى التدخل الآن إلى المركز السادس، وصلت معانا حفلة الذيب بن عبيد بن حسين الدرعي. سلام بو عبيد سلام، هل بيكون الشوط حفلاوي يا ابو عبيد؟ نسير مع الشعارات وناخذ لفه كافيه، ومن ثم نعود الى الكادر، نعود الى بن همول الى عفوا بالصريدي. سلام يا بالصريدي، وهو يمتلك الصداره بقساره بهذا الحضور بهذا الاداء. متابعه جيده هناك من بالصريدي لهذا الاسم، وهو يتجول بالعطاء والاداء في هذا الامتحان في هذا الشوط. اما ثاني المراكز فشرايين محمد بن عبد الله بن غدير الدرعي الى المركز الثالث، الى ثالث المراكز راهي علي بن راهد بن ناصر الدرعي، المركز الرابع حفل الذيب بن عبيده الدرعي. يا سلام الذيب عوي يعوي هنا على الذيب على حفله، الله عليك ما شاء الله يا صوتك يا الذيب، ما شاء الله تبارك الرحمن. اوه يا الذيب، الذيب يعوي مع حفله، يا سلام في الثالث
في المركز الثالث. الله الله، خلونا مع الاول، خلونا مع الاول مع هملوله. لا زال بالصريدي، لا زال بالصريدي، ما شاء الله تبارك الرحمن. ايوه عوي الذيبي عوي، يا سلام يا سلام على هذا الصوت، ما شاء الله تبارك الرحمن. الذيب نباه هنا في الميدان، الاداء والعطاء. خلونا معه هناك في الصريدي، اشكرك في الصريدي، وصلوك يا الذيب، وصلوك الربع، وصل هناك اول نداء تكريم سلطان بن سالم بن محمد الدرعي من الجانب الايمن على ما اعتقد بن معيوف للهبيبه، سيف بن معيوف بن سالم الدرعي. وايضا وصلت معانا مناوره حمدان محمد بن حارب الدرعي. طبح الكيل هبوا ال 500 متر الاخيره، ال 500 متر المثيره. الله الله الله، هناك تكريم سلطان بن سالم بن محمد الدرعي في الصداره في المركز الثاني. هناك الهبيبه سيف معيوب بن سالم الثالث مع راعي مناوره حمدان محمد بن حارب. المركز الرابع شعل محمد بن حمد بن سالومي الدرعي. الله يا الصدارة، سلام تكريم سلطان بن سالم بن محمد الدرعي، سلام بالحلامي، سلام والحضور والأداء، سلام على هذا العطاء والإبداع. ها هي تكريم وتكرم مالكها بالناموس، الناموس سلطان بن سالم بن محمد الدرعي، سلام بالحلامي، سلام. المركز الثاني كانت فيها اللي هي مناور حمدان محمد حارب، التوقيت 6:22 69 جزء من الثاني. أما المركز الثالث فكانت شعل محمد بن حمد السالومي، المركز الرابع كانت فيها الهبيبة سيد محيوب بن سالم، المركز الخامس كانت فيها أملولة مع سلطان بصريد، المركز السادس كانت في حفل الذيب بن عبيد بن حسين الدرعي. الناموس مشاهدينا الكرام لمالك تكريم سلطان بن سالم محمد درعي، سلام بالحلامي، سلام. تكريم فعل اسم على مسمى. أما ثاني المراكز فكانت نعم مثل ما ذكرنا مناور حمدان محمد بن حارب الدرعي.